عليكم ورحمة الله. هلا والله وسهلا، الله يمسيكم بالخير. كلمة الكلام فيها يقولون هي مثلثة، تقول الكلام والكلام والكلام. خلونا مع الكلام. الكلام أصلها الجرح، مكلوم يعني مجروح. سبحان الله، ابن يعيش في شرح المفصل قال: سمي الكلام كلاما لأنه يجرح القلب. النبي عليه الصلاة والسلام يعطيك قواعد عظيمة جدا تتعامل به مع حنتك مع عفوك. يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أخي، إذا ما أحسنت الكلام أحسن الصمت. الكلمة الطيبة صدقة. ترى يا أخواني، بعض الجراح التي هي يعني جرحنا بها الآخرين ولا طعناه بهم، أقسم بالله أن أشد عليهم من أحيانا طعنة الخنجر وضربة السيف. لما جاء الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء لأبي حمزة السكري محمد بن ميمون، قال: إنما سمي السكري، يعني ليش لقب بالسكري عفوا؟ قال: إنما لقب بهذا لا لأنه يبيع السكر، وإنما لحلاوة كلامه. يا أخي، بعض الناس أفهم تقل خلية نحس معه.